بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن بدأت ليلة النصف من شعبان. الله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على خلقه، واطلاع الله جل وعلا على خلقه فعل يليق لله سبحانه وتعالى بصفاته وكماله، لا تشبيه ولا تعطيل. قال يطلع على خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا اثنين، إلا مشرك أو مشاحن. أنا عارف إن حضراتكم سمعتم الحديث كثير جدا، لكن أنا عايز أنبهك على شيء. إن الله جل وعلا لما بيطلع مش بيطلع على الصور، ولا بيطلع على الأجساد، ولا بيطلع. الله جل وعلا يطلع على قلبك، يطلع على قلبك فعلا. الله جل وعلا يعلم السر ويعلم ما يخفى ويعلم ما في قلبك أنت. الله جل وعلا يطلع على يعني جميع خلقه، فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك بالله، سواء كان شرك أصغر أو أكبر، مشرك بالله في عبادته، في حبه، في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. ده شيء كبير جدا، لكن خلينا نقول إن إحنا بنحسن الظن بالله، إننا مؤمنين بالله، وإن المقصود هنا هو الشرك الأكبر. يعني إحنا موحدين بالله. فتأتي المشكلة الثانية، والمشاحن. المشاحن هو اللي بينه وبين أخيه شحناء، أو أخته، أو خالته، أو عمته، أو صديقه، أو واحد من المسلمين، بينه وبينه شحناء. شحناء يعني حقد وغل وحسد وخصام ومشاكل كثيرة جدا بينه وبينه. الله جل وعلا لا يغفر له. ومش معنى إن هو يكتب مثلا على الفيس، أو إن هو يقول إن هو لا 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 ما فيش مشكلة، أنا يعني غفرت لجميع الناس أو عفوت عن جميع الناس أو كده، لا. الله جل وعلا يطلع على قلبك فعلا، هل في قلبك شحناء لأحد؟ هل في قلبك حسد أو حقد لأحد؟ خلص نفسك من الآن، بدأ الموضوع من الآن، اللي بعد صلاة المغرب حتى طلوع الفجر، وده دي الليلة، ليلة 15. فأسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا جميعا وأن يغفر لنا. هي فرصة عظيمة يا إخوان، فرصة عظيمة، مغفرة الذنوب بسبب عمل قلبي، عمل قلبي بسيط جدا، انك تزيل الشحناء والحس الحسد والحقد من قلبك من ناحية كل الناس، تعفو عن جميع الناس، تسامح كل الناس، بس تسامحهم فعليا، تسامحهم من قلبك، وتعفو عنهم من قلبك فعلا، حتى يطلع الله على قلبك فيغفر لك. واحنا عايزين مغفرة، احنا عايزين ايه؟ عايزين الله جل وعلا يعفو عنا ويغفر لنا. وصلى الله جل وعلا ان يعفو عنكم وعني ويغفر لكم ولي، وصلى الله جل وعلا ان يقربنا منه، وألا تمر هذه الليلة إلا وقد عفى عنا. لو طبعا أنا لو عجبك الفيديو انشره لعل أحدا ينتفع بهذا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.